بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كنت في بداية السبعينات من القرن الماضي في بيروت، التقيت بأحد الأصدقاء رحمة الله عليه، توفاه الله فيما بعد، فقال لي إن لي صديقا لا يؤمن بوجود الله، فهل آتي به إليك لعله يهتدي على يديك؟ قلت: هذا واجبي، لكن أعلم أن الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هات به. اتفقنا على اللقاء في المساء. لما حضر الرجل مع صاحبه، ذكر الرجل أنه كان في السابق يؤمن بالله، ولكن وفاة أخيه في حادث سير دفعه لإنكار وجود الله. شايف بعض الناس الإيمان عندهم عواري عارية، فترة من الزمن يؤمن لكن بعد مدة يكفر، يقع في حابيل إبليس. لعل سبب من الأسباب يؤديه إلى ذلك، مثلا يخسر مال، يقول: ليش رب العالمين ما يجعلني غني؟ زين، رب العالمين تبارك وتعالى، أقول عبارة وأنا أستغفر الله منها: رب العالمين ليس موظفا عندك حتى أي شيء تطلب من عنده يسوي لك هي. أنت ما تتسوي كل شيء لرب العالمين يطلب من عندك، وأنت مخلوق وهو خالق، تريده أن ينفذ لك ما تريد وأن يحقق لك كل رغباتك. هذا الرجل كان من هذا النوع إلى تلك اللحظة. قال: إن حادث سير وقع على أخي الأصغر مني ومات. فقلت: إذا الله موجود ليش هذا مات؟ ليش الله ما حافظ على حياة أخي؟ قلت له: ما الارتباط بين الأمرين، وفاة أخيك في حادث وعدم وجود الله؟ قال: لماذا لم يمنع الله وقوع ذلك الحادث؟ قلت: إن الله لم يخلق هذه الحياة لتكون أبدية. أخوك مات في حادث، أنت أيضا تموت، أنا هم أموت، كل البشر يموتون. واحد يموت في حادث، واحد يموت بمرض، واحد يموت بالقتل، تعددت الأسباب والموت واحد. فلكل شخص بداية ولكل شخص نهاية، وكما يولد الناس يموتون، ومن لم يمت بفعل حادث مات بفعل مرض، وربنا تعالى لم يضمن للناس أخطاءهم كما لم يضمن ما يتعمدونه. يقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ما جعلنا لأحد أن يكون خالد في هذه الحياة، أفإن مت فهم الخالدون. يعني إذا أنت متت هم يبقون، هم ما يبقون، إنك ميت وإنهم ميتون، كما يقول الله تعالى في خطابه للنبي. قال: نترك موضوع أخي، دلني على ربي. قلت له: هل حدث لك أن رأيت نفسك في وضع حرج جداً حيث لا أحد يستطيع أن ينقذك إلا من تعلق به قلبك؟ فكر مليا ثم دمعت من عينه دمعة، قال: ذكرتني بحادثة كنت قد نسيتها. وأضاف، قال: أنا طيار عسكري وأعمل على طائرات لايتنينج البريطانية، وذات يوم وكنت حينئذ أقوم بالتدريب على الطائرة وحدي في الطائرة، فجأة اشتعل الضوء الأحمر علامة نقص الوقود، فنظرت إلى مقدار ما بقي من البنزين في الطائرة، وإذا وأنا على ارتفاع 8000 قدم رأيت أنني على وشك السقوط. فاتصلت بمدربنا وأنا في حالة يأس مطلق، إذ لا أحد من البشر كان يمكنه إنقاذي في تلك
حالة. أبويا يمكن أنقذني على ذلك الارتفاع، أمي، إخواني، الحكومة، الأمير، الملك، الرئيس، الأموال، كل الدنيا مو قادرين في هذا الجو البعيد يمسكون بي ويمسكون بالطائرة. يقول المدرب كان رجل باكستاني مسلم متدين، وبمجرد ما ذكرت له المشكلة أول كلمة قالها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذه الكلمة جاءتني باطمئنان لا مثيل له، شعرت بأن هذا الذي ذكر اسمه هو الوحيد القادر على إنقاذي، فغمرني شعور جميل بالاطمئنان، جاء المنقذ. بعد هذه الكلمة أمرني المدرب بإغلاق أي شيء يعمل في الطائرة على الوقود ما عدا المحركات، وأن أهبط فورا إلى قاعدتي، وهكذا فعلت، وحطت الطائرة بي على الأرض بسلام. بينما يوم اللي توقفت الطائرة لم يكن لدي من الوقود حتى بمقدار التاكسي، فسألت شنو معنى التاكسي؟ يعني ما كان عندي قال وقود حتى بمقدار ما الطائرة يوم اللي توقف، بعض الأوقات شايفين الطيارة توقف بعدين من جديد يشغلها الطيارة شوية يمشيها، يعني خلص كل شيء منتهي، يعني قطرة وقود واحدة ما بقيت في الطائرة. فقلت له إن ما حدث لك يحدث تقريبا لكل الناس، فما من أحد إلا وتمر به لحظات يرى الموت بأم عينيه، حيث لا أحد من البشر يمكنه أن ينجيه، وهنا يتعلق قلبه بربه، وبذلك يدل الله بذاته على ذاته، وهذا ما حدث لك. ما حدث لك هو حجة الله عليك، لأن الله عرفك نفسه، هذا أنا موجود. انقطع عملك بالناس وتعلق قلبك برب الناس، وهو الذي أنجاك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.